تفقد وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي المشاريع الجاري تنفيذها في مديرية دار سعد، يرافقه عبد الكريم جباري مدير عام مديرية دار سعد، واستمع الزامكي إلى شرح مفصل عن مكونات تلك المشاريع التي تركزت في مجال الرصف والصرف الصحي التي مولها الصندوق الاجتماعي للتنمية بقيمة إجمالية بلغت 1,750,000 دولار، وهي تشمل مناطق البساتين والعديد من أحياء دار سعد. كما وجه الوكيل الزامكي مدير عام مديرية دار سعد باستكمال مشروع الرصف في ساحة وممرات شرطة دار سعد، وكذا بناء أبراج المراقبة واستكمال أعمال الترميم لمركز الشرطة، وذلك بمبلغ 5 ملايين ريال يمني. كانت بناء على توجيهات الأخ القائم بأعمال محافظ عدن أستاذ أحمد سلم ربيع علي. اليوم كان نزول مثمر، نزلنا وتفقدنا الكثير من المشاريع في مديرية دار سعد، سواء المشاريع التي تنفذها المديرية بتمويل محلي أو المشاريع التي ينفذها مشروع الصندوق الاجتماعي أو مشروع الأشغال. من خلال اطلاعنا وكما شاهدتم في بعض الشوارع التي مرينا فيها، هناك مشاريع ممتازة أظهرت نموذج يحتذى به من خلال إعادة المنظر الجمالي لكثير من الشوارع من خلال الرصف والتحسين والتشجير. أيضا المنطقة الأخرى التي كانت بعيدة عن الخدمات، منطقة البساتين، أيضا نالها الكثير من الخدمات، ولاحظنا فيها أعمال رصف ممتازة سواء بتمويل محلي أو تمويل من الجهات الخارجية. ودخلنا شرطة البساتين والتي هي تعتبر شرطة نموذجية في مديرية دار سعد، ومن خلال تفقدنا لأوضاع الشرطة وجهنا مدير عام المديرية بتحسين الشرطة من خلال أعمال أبراج، من خلال رصف الممر الرئيسي، من خلال أعمال طلاء وإصلاح الكثير من الأشياء في هذه الشرطة، كون الشرطة تعمل بجهد جبار.